من اول الحلقه يا استاذ عصام انه ليه لا انه عدد من الناس اللي هي قريبه جدا واضح انه النسيج ده قريب، اللي هم الناس اللي هم عايزين ليبراليين وعايزين يبقى في تداول سلطه وعايزين، والطلبات كلها اللي هي قريبه كلها من بعض، يتكتلوا كلهم في ائتلاف واحد وينزلوا انتخابات قدام ناس تانية. يعني يبقى عندنا كتلتين واضحين اللي حصل النهارده، اللي هو يبقى بديل الثقب بتاع الحزب الوطني. حصل الصراحه كده بالعمر ده اللي حصل النهارده. خلاص اللي حصل النهارده في جراند حياه، مؤتمر نظمته المصري اليوم، ودعيت اليه لالقاء كلمه، وفوجئت ان عدد كبير من الحاضرين، ممكن 2000 ممكن اكتر ممكن، ومعظمهم الليبراليين وغيرهم واخواننا من بعض القوميين، والكل على رأي رجل واحد، وهو لا للتعديلات الدستورية، عايزين دستور جديد ودلوقتي حالا، وكلنا ضد الإخوان وكذا وكذا. الرأي الوحيد المعارض كنت أنا، كادوا أن يلقوا بيا في النيل، عارف كانوا هيشيلوني يرموني في، وأنا آسف. ليه من عشان بخالفهم في الرأي اللي هم مين؟ انت بتدافع عن الاخوان يا عصام؟ لا بذكر كلمه الاخوان، كان حاضر عنهم واحد، كان الاستاذ احمد ابو بركه المحامي كان حاضر. كل ما في الامر، وده على فكره تطور جديد في المجتمع المصري، ان المؤمنين بالليبراليه لا يتحملون رايا مخالفا لهم. وده يعني حصل عشان النهارده عشان للناس، يعني اللي هم درجه الحريات اللي هم من اول الاستاذه تهاني الجبالي كانت رئيسه الجلسه، مرورا بالدكتور حسام عيسى والصديق عزيز استاذ عظيم يعني ليا، وسامح عاشور، وكان قاعد في مصر اليوم كله. لا ده الاثنين الوحيدين انا بدات بيهم. الباقيين كلهم بقى السفير الغطريفي على الجماعه بتوع الجمعيه الوطنيه المصريه كلها بلا استثناء، الجمعيه الوطنيه للتغيير كلهم، على ناس من محافظات. فوجئت، ولكن فوجئت حاجه كمان اكتر بقى من اللي كنا بننعي عليها في التنظيمات، كلهم ضد الاخوان. لا غيرت ده، انا لقيت ان فوجئت بان في 10 محافظات بعتين عدد كبير، وان المطلوب دلوقتي حالا واحنا قاعدين، وده كلام ما كانش معلن، ان احنا نصوت ناخد تصويت على ايه مش عارف. وبعدين بقول لهم ازاي قلت لهم ازاي، طب ما كنتوا تقولوا، عشان كان كل واحد جاب له 500 600 واحد، فقال لك لا لما المكان مجهز للتصويت. لا ده الموضوع مجهز، يبقى في موضوع خطير بقى، في حاجه بتحصل مش مظبوطه، ومش مستحملين راي واحد مخالف ليهم. ناس كانت بتشتم، انا اسف في الكلمه، انا شتمت في القاعه ليهم اللي هم ليهم عشان اللي هم قلت مم. علشان قلت ان انا رايي مخالف لرايكم، وانا شايف اللي هو ايه الراي التاني اللي هو يعني. ايه بقى اللي هو ان انا شايف ان ما ينفعش دستور جديد يتحط في ظل مجلس عسكري. حد يقول كده عصام؟ والدستور الجديد اللي يحطه برلمان منتخب ورئيس منتخب، يعني يشرف عليه برلمان منتخب ورئيس منتخب، اداره عمليه وضع دستور جديد، ده اداره عمليه كبيره، لابد من انك انت تسمع لتطلعات الناس وافكارها ومذاهبها، وتدير عمليه طويله عبر شهور طويله لا يستطيع على القيام بها مجلس عسكري. المجلس العسكري ده جزاه الله خير، والاصل في وضعه الاستثناء والضروره، والضروره تقدر بقدره، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع به، المفروض ولا يتوسع فيه. المفروض النهارده يعني لماذا حضرتك هترد على رايك سليم؟ يعني حضرتك هترد على انت قلت ده راي واحد مقابل هنطلع فاصل يعني نرجع. انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش حاجه، بس انا من حقي انك تسمعني من غير ما لا هو ده اللي حصل بقى، كل يرموك من النيل وبتاع. ده كان يوما النهارده فاشستيه ما شفتهاش في حياتي، فاشستيه في حياتي. انا فوجئت انا مصدوم والله، كلهم اصدقائي وحبايبي الثوريه، كلهم الثوريه كلهم اصدقائي وحبايبي، ده انا عز عليا جدا ان انا يا جماعه ايه ده، ده ما قلتش حاجه غلط، يعني اعتبروا واحد بيتكلم غلط واسمعوا لي الاخر وخلاص، الموضوع بسيط. انا رايك يعني انا مش مقتنع بيه طبعا، لكن ما سمعته وخلاص. خلينا نطلع بس باين انك مش مبسوط قوي انك سمعته برضه في حاله كده. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا.